في سؤال قبل الأخير يقول: ما حكم من يقول قبل تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ هل هو وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ما وجهه؟ هذا لا يقال قبل تكبيرة الإحرام، قوله قبل تكبيرة الإحرام بدعة، وإنما يقال بعد تكبيرة الإحرام. هذا نوع من أنواع الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا نوع من أنواع الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام. هل هناك شيء خاص يقال قبل تكبيرة الإحرام؟ لا يقال شيء قبل تكبيرة الإحرام، شيء معين ويداوم عليه لا يجوز هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.